انطلاق تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024. غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. الرئيس السيسي يصل إلى مدينة إكسبو دبي للمشاركة في قمة المناخ COP28. انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقاً للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام، وهي اليوم وغداً وبعد غد. وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر على مدار هذه الأيام اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة. هذا وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم. أكد مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها عبر التقنيات المتطورة، مشيرا إلى أن تلك المتابعة ستجرى على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات. وأضاف أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقا للضوابط الدستورية والقانونية. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة إكسبو دبي للمشاركة في قمة المناخ COP28.